الإعلام وزير وزارة الشؤون الداخلية معالي علي محمد ورنعت والوفد المرافق له والمتواجد حاليا بإقليم سرار قاموا بجولة تفقدية لبعض المشاريع المختلفة الجارية أعمالها، والتي تقوم حكومة سومالي لاند بتشييدها في مدينة عينب وعاصمة إقليم سرار. ومن ضمن هذه المشاريع مبنى جديد لمكتب وزارة الثروة الحيوانية ومقر بلدية مدينة عينب والجارية فيها أعمال صيانة والإصلاح. وقام الوفد بتفقد بئر مدينة عينب التاريخي وملعب كرة القدم في المدينة والذي لم يتم إنجازه بعد هذا، واستمع الوفد الوزاري تقريرا مفصلا تتعلق بأعمال هذه المشاريع كلا من عمدة مدينة عينب ومحافظ إقليم سرار ومنسق وزارة الثروة الحيوانية للإقليم وبعض المهندسين العاملين في هذه المشاريع التطويرية. وفي كلمة لمحافظ إقليم سرار وجه الشكر لحكومة سومالاند، حيث أشار أن الحكومة تقوم دوما بتنفيذ الاحتياجات الضرورية لبناء البنية التحتية للإقليم. وتحدث أيضا وزير وزارة الرئاسة معالي محمود الحاشي مشيرا إلى الحكومة مصرة بتقديم المشاريع التطويرية الضرورية لجميع المناطق البلاد. شارك وزير التربية والتعليم العالي بجمهورية سومالاند معالي عبد الله إبراهيم هبني في مناسبة كبيرة عقدت بالعاصمة هرقيسة للإعلان عن إبرام اتفاقية بين جامعتي ألفا بسومالاند وجامعة لينكول بدولة ماليزيا. وقد تحدث في البداية عميد جامعة ألفا سعادة عبد الرحمن محمد مال، أشار من خلال حديثه إلى أن هذه الاتفاقية تعد اتفاقية تاريخية ونجاح يضاف إلى النجاحات التي حققتها جامعة ألفا، كما أنها تهدف لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعات. كما تحدث بكلمة عميد جامعة لينكول السيد إيما، عبر عن سعادته لإبرام هذه الاتفاقية وذلك لفائدته الكبيرة على الجانبين. من جانب آخر تحدث بكلمة وزير التربية والتعليم العالي معالي عبد الله إبراهيم هبني، مشيرا إلى أنه بتبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الجامعات بالسومالاند والجامعات العالمية يعد تقدما ملحوظا ونجاح يضاف إلى تاريخها المهني وللجامعات بشكل خاص ولقطاع التعليم بشكل عام. هذا وحضر هذه المناسبة عدد كبير من مسؤولي الجامعات والمؤسسات التعليمية بالوطن. شارك اليوم كل من وزير وزارة الثروة الحيوانية والنائب وزير وزارة الشؤون الداخلية للشؤون الأمنية والنائب وزير وزارة التربية والتعليم العالي وأعضاء من المجالس التشريعية وسلاطين وعقال وأعيان، شاركوا بمناسبة لتسلم المهام لمحافظ الجديد لإقليم الساحل من المحافظ السابق، وعقدت هذه المناسبة في مدينة بربرة عاصمة إقليم الساحل. وتحدث في بداية المناسبة رئيس المجلس المحلي لمدينة بربرة السيد عبد الشكور محمود حسن علمي، حيث رحب من خلال حديثه المحافظ الجديد للإقليم، ووجه أيضا كلمات للتوديع المحافظ السابق السيد فهمي عبدي بيدار. وتحدث في المناسبة أيضا أعضاء من المجلس المحلي وألقى كلمة محافظ إقليم الساحل السابق السيد فهمي، حيث وجه جزيل الشكر لرئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد سيلانيو، ووجه الشكر أيضا لمسؤولي الإقليم الساحل. وقد رحب بمحافظ الجديد للإقليم. وتحدث في المناسبة أيضا كل من نائب وزير وزارة الشؤون الداخلية للشؤون الأمنية معالي محمد موسى ديرية ووزير وزارة الثروة الحيوانية، وحثوا المحافظ الجديد ببذل مزيد من الجهود لتطوير الإقليم. وصل رئيس جمهورية سومالاند فخامة أحمد محمد محمود آدم يوم أمس والوفد الوزاري الرفيع المستوى المرافق له وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة رسمية تهدف من أجل التباحث حول أنسب الطرق الملائمة لتقوية العلاقات فيما بين البلدان الصديقان. هذا ولدى وصول الوفد تم استقبالهم من قبل وزير قصر الرئاسة بدولة الإمارات وعدد من الأمراء والشيوخ ووزير وزارة الشؤون الخارجية ووزير وزارة التخطيط بالصومالاند. وعقب ذلك عقد رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم ووفده الوزاري اجتماعا موسعا استمر لساعات ليلة أمس مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الوزراء من بينهم وزير التخطيط ووزير التجارة والاستثمار العالمية. وتم التباحث خلال هذا اللقاء التاريخي على عدد من القضايا الهامة
من بينها زيادة حجم الاستثمار الإماراتي بجمهورية الصوماليلاند وإقامة العديد من المشاريع التنموية التي تساهم بدورها في استقرار المنطقة ككل نظرا لاستراتيجية الصوماليلاند. كما أشاد أمراء وشيوخ دولة الإمارات بالجهود التي بذلت من قبل قيادات الصوماليلاند حتى يعم الأمن والرخاء كافة ربوع الوطن. كما تحدث فخامة أحمد محمد محمود آدم رئيس جمهورية الصوماليلاند بكلمة خلال انعقاد هذا اللقاء، أشاد بما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من جهود بناءة تجاه جمهورية الصوماليلاند على مدار السنوات الماضيات. كما أشار أيضا إلى مدى التقدير والاحترام التي تكنه جمهورية الصوماليلاند حكومة وشعبا للإخوة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اتسم هذا اللقاء بالشفافية والتفاهم حول كافة القضايا والمباحثات. شارك كل من وزير الزراعة بجمهورية صوماليلاند معالي محمد أبو طاهر، وزير التخطيط معالي علي شومبي، وزير العدالة معالي أحمد فارح عذري. شاركوا في مناسبة موسعة من أجل الترحيب بوزير الدولة الجديد لوزارة الزراعة سعادة عبد الواحد عبد القادر عبد الرحمن. وقد حضر هذه المناسبة عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان وعدد من الشخصيات السياسية وضيوف شرف. وفي البداية تحدث وزير الزراعة بكلمة رحب من خلالها بوزير الدولة الجديد متمنيا له التوفيق في عمله. كما تطرق أيضا من خلال حديثه إلى المراحل والإنجازات التي قامت بها وزارة الزراعة من أجل الوصول إلى إنتاج زراعي وفير خاصة المحاصيل البقولية، وأهم الخطط التي تقيمها الوزارة من أجل مساندة كافة المزارعين. هذا وتحدث بكلمة كل من وزير التخطيط معالي علي شومبي، وزير العدالة والجهاز القضائي معالي أحمد فارح عذري. أشار إلى أهمية وزارة الزراعة وما تقوم به من أعمال تجاه الزراعة بشكل عام في جمهورية صوماليلاند. كما تمنى الوزير الدولة الجديد التوفيق والسداد في أدائه لمهام عمله. كما تحدث وزير الدولة لوزارة الزراعة سعادة عبد الواحد عبد القادر عبد الرحمن، أشار إلى استعداده لبذل كل الجهود وصولا إلى إنتاج زراعي وفير، كما وجه الشكر لكافة الحضور في هذه المناسبة. افتتح اليوم وزير التجارة والاستثمار العالمي بجمهورية صوماليلاند معالي عمر شعيب محمد لقاء موسع يهدف لمناقشة كيفية إيجاد أفضل السبل لتقوية العلاقات العمل وفرص الاستثمار بين جمهورية صوماليلاند ودول الجوار وذلك بالعاصمة هرقيسة. شارك في هذا اللقاء والذي سيستمر لمدة يوم واحد مسؤولين من الهيئات الحكومية والخاصة والمنظمات الاجتماعية وضيوف شرف آخرين. تحدث في بداية المناسبة السيد مايكل مسؤول من هيئة دانيدا، قدم من خلال حديثه شرحا مفصلا عن أهمية التجارة والاستثمار بشكل عام وفوائده على الوطن. وفي كلمة لوزير التجارة والاستثمار العالمي معالي عمر شعيب محمد أشار إلى أهمية هذا اللقاء وفائدته على الوطن والمواطنين. كما تطرق من خلال حديثه إلى الخطط المستقبلية لتطوير وزارة التجارة والخدمات التي تقدمها للمواطنين. وتابع معاليه مشيرا إلى فوائد الاستثمار والتجارة بين صوماليلاند ودول المنطقة ودورها في تحقيق التنمية والازدهار بكافة المجالات المختلفة في البلاد. شارك اليوم رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود سيلايو وبرفقته عدد كبير من الوزراء والسلاطين والعقلاء ومن عام حزب أعد، شاركوا في حفل موسع أعده معهد العمال الوطني بصوماليلاند وذلك احتفالا بتخريج دفعة جديدة من موظفي الوزارات المختلفة. قدرت عددهم ب 114 موظفا أنهوا دراساتهم بخمس كليات مختلفة. وفي بداية المناسبة تحدث بكلمة نائب مدير المعهد سعادة حرسي عبد الله إسماعيل، أشار من خلال حديثه إلى المراحل العديدة التي مر بها المعهد. كما تحدث مدير عام المعهد سعادة وليد أحمد هنأ المتخرجين على هذا النجاح. كما تحدث مدير عام هيئة العمال سعادة شرماركة تطرق إلى خطط المعهد المستقبلية للوصول إلى مزيد من النجاحات. كما تحدث وزير العمل معالي عمر محمد فرح هنأ كافة مسؤولي المعهد وحثهم بزيادة الجهود. كما تحدث أمين عام حزب أعد أعرب عن تفاؤله بهذه الإنجازات وحث المواطنين بمساعدة المتضررين من الجفاف والتصحر. كما تحدث رئيس الجمهورية حيث هنأ خلال كلمته موظفي الوزارات على هذا النجاح، كما هنأ وشكر وزراءهم وعلى حثهم لموظفيهم بالاشتراك بهذه الدورة والدراسات الجامعية. كما قام فخامته بتسليم الخريجين شهادات للتخرج وحثهم بإفادة أبنائهم ووطنهم بما تعلموا.
شارك اليوم كل من وزير المياه بجمهورية سومالاند معالي باشا علي جامع ووزير العمل والشؤون الاجتماعية معالي عمر شيخ محمد فارح وبرفقتهم عدد من كبار مسؤولين في الحكومة في لقاء موسع يهدف للتباحث حول إيجاد أفضل السبل لتوثيق علاقات العمل المشتركة بين الهيئات العالمية والهيئات المحلية بالبلاد. تحدث في بداية المناسبة مسؤولين من الهيئات العالمية بالوطن أشاروا إلى أهمية إيجاد حل دائم لموجات التصحر والجفاف التي تتعرض لها البلاد بشكل مستمر وتوحيد الجهود من أجل مد يد العون القاطنين بتلك المناطق التي تواجه هذه الموجات. وفي كلمة لكل من نائب وزير الطيران والملاحة الجوية ونائب وزير الصناعة ونائب وزير التخطيط الوطني ونائب وزير الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية سومالاند تطرقوا من خلال حديثهم إلى أهمية هذا اللقاء وفائدته في تسهيل التعاون بين الهيئات الدولية والهيئات المحلية ووضع خطط عمل موحدة وتطبيقها. وفي كلمة لوزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معالي عمر شيخ محمد فارح أشار إلى الدور الهام للهيئات والمؤسسات الدولية والمحلية في المشاركة في عملية مساعدة المتضررين من موجة الجفاف والتصحر. من جانبه تحدث وزير المياه معالي باشا علي جامع أشار إلى الدور الكبير للهيئات الدولية العاملة مع السومالاند في عملية تطوير وتنمية السومالاند بكافة المجالات المختلفة. عقد اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحزاب الوطنية الثلاث وذلك بمقر القصر الرئاسي. وهدف هذا الاجتماع من أجل أن يقوم الرؤساء الأحزاب السياسية الثلاث كلمية أعود ووطني بطلب لفخامة رئيس الجمهورية من أجل أن يقوم بتقرير عدد المقاعد المخصصة لكل حزب في الانتخابات البرلمانية القادمة والمقرر عقدها خلال العام القادم، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي الأحزاب الوطنية الثلاث من أجل الوصول إلى اتفاق موحد بشأن عدد المقاعد المخصصة لكل حزب. ونظرا إلى عدم وصول اتفاق قرر رؤساء الأحزاب الثلاث بضرورة اقتراح طلب لرئيس الجمهورية حرصا على المصلحة العامة للوطن والمواطنين. هذا وبعد انتهاء الاجتماع صرح رؤساء الأحزاب السياسية الثلاث إلى وسائل الإعلام المختلفة. تحدث أولا رئيس حزب وطني ورئيس مجلس النواب بجمهورية سومايلاند سعادة عبد الرحمن محمد عبد الله أشار إلى استحالة الاتفاق على عدد المخصص من المقاعد لكل حزب، ونظرا لأهمية هذه المسألة تم الاتفاق على توقيع طلب لرئيس الجمهورية لإيجاد حل مناسب يرضي جميع الأطراف. وفي كلمة لرئيس حزب كلمية سعادة موسى بيحي عبدي ورئيس حزب أعز السيد فيصل علي ورابة أشاروا إلى حرصهم الدائم على الالتزام بقرار رئيس الجمهورية بشأن هذه المسألة، وهنا تحدث أيضا عدد آخر من المسؤولين. عقد اليوم وزير وزارة الخارجية بجمهورية الصوماليلاند معالي سعد علي شرها عقد مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة لوسائل الإعلام المختلفة المرئية منها والمسموعة، وذلك بعد مشاركته وفد رئيس الجمهورية والوفد الوزاري والمتواجد حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا إن لقاءات رئيس الجمهورية بمسؤول الإمارات والأمراء والشيوخ كانت ناجحة بكل المقاييس، وقد تم التفاهم حول العديد من مواضيع الأجندة الدبلوماسية بين البلدان الصديقان، كما تم التفاهم حول إجراء تعديلات وتوسيعات وتجهيزات لميناء مدينة بربرة الساحلية حتى يتمكن من القيام بالدور المعتاد نظرا لأهميته الاستراتيجية بمنطقة القرن الإفريقي والتسهيلات التي يمكن أن يقدمها لتلك الدول. وسوف تقوم بالإشراف وتنفيذ هذا المشروع الكبير كبرى شركات المقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشار وزير وزارة الخارجية من خلال مؤتمر صحفي إلى أنه خلال الفترة القصيرة القادمة ستقام بالصوماليلاند عدد من المشاريع الهامة الاستثمارية بتمويل إماراتي. اليوم وزير القصر الرئاسي معالي محمود حاشي عبدي وبرفقته عدد كبير من الوزراء والمسؤولين بزيارة إلى ميناء بربر الساحلي، حيث عقدوا اجتماعات موسعة مع المسؤولين والعاملين بالميناء. وعقب هذه الاجتماعات صرح وزير وزارة القصر الرئاسي لوسائل الإعلام المختلفة أشار من خلال حديثه إلى اجتماعاته العديدة والمطولة مع موظفي ومسؤولي ميناء بربر والاستماع إلى تقاريرهم واحتياجاتهم تحسين ظروف العمل بالميناء، وهذه ضمن خطط رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم لتطوير ميناء بربرة بشكل عام.
صرحت اليوم وزير المالية بجمهورية سومالاند السيدة زمزم عبدي آدم للتلفزيون الوطني عن عدد من الأمور الهامة، ومن بينها حالة الجفاف والتصحر التي تشهدها البلاد حاليا. وفي كلمة للسيدة زمزم عبدي آدم أشارت من خلال كلمتها إلى نزوح عدد كبير من المواطنين في المناطق الشرقية بحثا عن الماء والنجاة. وبعد قيامي بجولة تفقدية بالأقاليم الشرقية قدمت تقريرا لرئيس جمهورية سومالاند فخامة أحمد محمد محمود آدم، والذي أمر بالوقت نفسه بإرسال آلات ومعدات لاستخراج المياه بتلك المناطق، ودعت من الله القدير أن ينزل علينا بنعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وفي كلمة للرئيس شركة دردر أشار من خلال حديثه إلى تعاون الشركة مع الحكومة لاستخراج المياه بأسرع وقت ممكن لدعم الأسر المتضررة من موجة الجفاف والتصحر التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة. التقى نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيليعي وبرفقته كل من وزير الدولة لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة القصر الرئاسي، التقوا بسفير دولة الصين لدى الصومال، والذي يقوم مؤخرا بزيارة إلى صوماليلاند برفقة وفد رفيع المستوى. ناقش الجانبان عدة قضايا وموضوعات مهمة على الساحة الإقليمية. عقب هذا اللقاء تحدث لوسائل الإعلام المختلفة المتحدث الرسمي للقصر رئاسة الجمهورية سعادة حسين آدم عقه، تطرق من خلال حديثه إلى الموضوعات التي تم مناقشتها خلال هذا الاجتماع والذي حضره كل من وزير الدولة لوزارة الشؤون الخارجية ووزير الدولة للقصر الرئاسي ومندوب صوماليلاند لدى جمهورية الصين الشعبية. وأضاف متطرقا إلى أهمية هذا الاجتماع الذي تم مناقشة كيفية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، ورفع سقف المساعدات التي تقدمها دولة الصين في تطوير البنية التحتية لصوماليلاند. كما أضاف إلى أن سفير الصيني أشار إلى أن حكومته تحترم ثقافة وعادات وتقاليد التي تقوم عليها مبادئهم القومية. كما قام السفير الصيني والوفد المرافق له بزيارة إلى مشروع جيت دبلي الذي تم بناؤه منذ 40 عاما من قبل حكومة دولة الصين. كما قام بزيارة إلى ميناء بربرة العالمي، وسوف يقوم بزيارة أخرى إلى مستشفى هرجيس العام. كما أشاد سعادة السفير الصيني بالأمن والاستقرار التي تتمتع به صوماليلاند. كما ناقش مع السفير الصيني والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وأشار إلى أن صوماليلاند دولة ذات سيادة وإنها لم تحصل على اعتراف دولي بعد، لأنها تتمتع بكل مقومات الدولة الحرة والمستقلة منذ 25 عاما. كما أن سفير دولة الصين أكد أن حكومته تحترم قرارات الشعوب والدول في حق مصيرها، وأن حكومة الصين على استعداد تام بتسهيل ورفع سقف استثماراتها في صوماليلاند لأنها دولة تتمتع بالأمن والاستقرار. عقدت اليوم بمقر مجلس شيوخ الصوماليلاند جلسة اعتيادية حضرها أعضاء المجلس وبرئاسة سعادة سعيد جامع علي النائب الأول لأمين المجلس، حيث ولليوم الثاني على التوالي يناقش الأعضاء بالمجلس أجندة الشؤون الاجتماعية والتي أهمها الصحية والتعليمية لما لهما من أهمية للمواطنين. وتحدث بكلمة عضو المجلس حاجي عبد الكريم ورابا، تطرق من خلال حديثه إلى الأعمال الهامة التي قام بها كل من رئيس الجمهورية ونائبه تجاه المواطنين وتطور الوطن. كما تحدث عضو آخر بالمجلس أشار إلى ضرورة توحيد المناهج الدراسية بكافة المدارس على الرغم من أنها تشهد تقدما ملحوظا. كما تحدث عضو آخر مشيرا من خلال حديثه إلى ضرورة إيصال مياه الشرب إلى كافة مناطق الوطن. كما أشار آخر مشيرا إلى ضرورة منع ارتفاع الأسعار خاصة المواد التموينية من قبل التجار لما لها من آثار سلبية على المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود. كما تطرق عضوا آخر بمجلس الشيوخ أشار من خلال حديثه إلى ضرورة اهتمام شرطة المرور بعملية سير المراكب خارج وداخل المدن الرئيسية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.
عقد وزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية معالي حسين عبد الدعالي مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام من مقر الوزارة، أعلن من خلاله عن بدء مشروع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة رخيصة الثمن، وذلك في 6 مدن ومقاطعات في صوماليلاند. هذا المشروع والذي يتم بتمويل من المملكة المتحدة وبتكلفة قدرها 4,400,000 دولار، وتم تنافس بين 23 شركة للكهرباء في البلاد، فاز في هذه المناقشة ب6 شركات منها، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية التي دخلت اليوم حيز التنفيذ في مدن ومقاطعات برن وشيخ وبرعة وبو هودلي وقبيلي وبورما. مشروع الطاقة المتجددة والتي يتم استخدام الطاقة الشمسية كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية، وأضاف إلى أن هذا المشروع الطاقة المتجددة هو مشروع تم العمل عليه من قبل حكومة الصوماليلاند بالتعاون مع الحكومة البريطانية لمدة 2 عام، وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل منظمة UKAID إحدى المنظمات التطويرية التابعة للحكومة البريطانية. غادر اليوم رئيس جمهورية الصوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم العاصمة هرجيسة متوجها إلى قرى ومدن الأقاليم الغربية للصوماليلاند، وتهدف هذه الجولة التي ستستغرق بضعة أيام للاطلاع على أوضاع مواطني تلك الأقاليم وللاطلاع على الأضرار التي تسببت بها حالة الجفاف والتصحر عن كثب لهؤلاء المواطنين والمقيمين بها. كما سيقوم فخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له بتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية والعديد من سيارات صهاريج محملة بمياه صالحة للشرب. هذا ويرافق رئيس جمهورية الصوماليلاند خلال هذه الجولة عدد من الوزراء والسلاطين والشيوخ وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب واللجنة القومية المكلفة بالإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء. ومن المقرر أن يعقد وفد رئيس الجمهورية خلال تواجده بقرى ومدن الأقاليم الغربية عدة لقاءات مع مسؤوليها وشيوخها وعقلائها، هادفة هذه اللقاءات إلى العمل سويا لتفادي مواطني ومقيمي تلك المناطق أضرارا مماثلة من الجفاف والتصحر مستقبلا. قام اليوم وزير وزارة الزراعة بجمهورية صوماليلاند معالي محمد أو ظاهر إبراهيم وبرفقته عدد آخر من المسؤولين ومندوب منظمة فاو العالمية، قام بوضع حجر الأساس لمختبر زراعي جديد وذلك في العاصمة هرجيسة. تحدث في بداية هذه المناسبة مندوب منظمة فاو العالمية السيد روبرت، أشار من خلال حديثه إلى التعاون المشترك بين منظمة فاو العالمية ومسؤولي وزارة الزراعة بجمهورية صوماليلاند وحجم المشاريع التي تنفذها المنظمة في صوماليلاند والتي تمول من قبل المنظمات والهيئات العالمية التابعة للدول المانحة. هذا وتحدث مدير العام بالوزارة سعادة عبد الله إسماعيل فرح، أشار من خلال حديثه إلى أهمية هذا المشروع الذي سوف يساهم في تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي في صوماليلاند. وفي نهاية هذه المناسبة تحدث بكلمة وزير وزارة الزراعة معالي محمد أو ظاهر إبراهيم، تطرق مطولا إلى التعاون المشترك بين مسؤولي وزارة الزراعة ومنظمة فاو العالمية التي تساعد صوماليلاند في تحسين وتطوير الإنتاج الزراعي وتنفذ مشاريع زراعية كبيرة في البلاد، وتطرق أيضا في الوقت نفسه إلى الخطط واستراتيجيات وزارة الزراعة في مساهمة في رفع إنتاج الزراعي والوصول بصوماليلاند إلى مستوى الاكتفاء الذاتي الزراعي. عقد اليوم اجتماعا موسعا بقصر رئاسة الجمهورية برئاسة فخامة أحمد محمد محمود آدم رئيس الجمهورية ونائب فخامة عبد الرحمن الزلعي، وقد حضر هذا اللقاء أمناء الأحزاب السياسية 3 في البلاد وأمناء مجلسي الشيوخ والنواب. وقد تحدث بكلمة سعادة موسى بيحي عبدي رئيس حزب كلمية ومرشح رئيس الجمهورية، أشار إلى أن هذا اللقاء هو للاتفاق حول البنود الهامة والخاصة بالانتخابات القادمة وكيفية اختيار أعضاء البرلمان، وأشار إلى أن الجلسة القادمة ستعقد الخميس القادم. كما تحدث بكلمة سعادة عبد الرحمن عرو، أشار إلى أن لهذه الجلسة أهمية خاصة، كما أثنى على اهتمامات رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم ورغبته الدائمة في الارتقاء بالصوماليلاند. كما تحدث بكلمة سعادة فيصل علي ورابع أثنى على هذه اللقاءات. عقد اليوم وزير وزارة التجارة بجمهورية صوماليلاند معالي حسين آدم عقا وبرفقته سفير دولة جيبوتي وعدد آخر من المسؤولين لقاء موسع مع عدد من التجار والمستثمرين بجمهورية صوماليلاند
يهدف هذا اللقاء للتباحث حول كيفية الاستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي والمقرر عقده بدولة ألمانيا. هذا وتحدث في البداية أحد المسؤولين أشار إلى الفائدة من المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية، وفي كلمة لوزير التجارة بجمهورية سومالن تطرق من خلالها إلى أهمية الاستفادة من هذه الفرصة، وذلك لما لهذا المؤتمر والخاص بالتجارة والاستثمار من فائدة كبيرة على الوطن والمواطنين. وتحدث كذلك بكلمة سفير دولة جيبوتي أشار من خلال حديثه إلى الدور الهام لمثل هذه المؤتمرات الدولية في تنشيط الاقتصاد المحلي للدول المشاركة فيه وتوثيق العلاقات التجارية بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والعالمية. هذا وتحدث بمناسبة عدد آخر من المسؤولين. افتتح اليوم وزير الصحة بجمهورية سومالاند معالي سليمان عيسى أحمد حقل توسيه قسم جديد بالمشفى العام بالعاصمة هرقيسة وخاصة لطب العيون. شارك في المناسبة المدير العام بالمشفى سعادة أحمد عمر أسكر وعدد من الأطباء بالمشفى وضيوف شرف آخرين. تحدث في بداية المناسبة كل من مدير الحسابات بالمشفى السيد عبد القادر أحمد محمد والدكتور حسن علي موسى، قدما من خلال حديثهما شرحا مفصلا عن أهمية قسم طب العيون وفائدته على المجتمع. وفي كلمة للمدير العام بالمشفى سعادة أحمد عمر أسكر أشار من خلال حديثه إلى الأقسام الجديدة التي تمت إضافتها إلى المشفى بالآونة الأخيرة، كما تطرق إلى أهمية قسم طب العيون بشكل خاص. من جانب آخر تحدث بكلمة الدكتور ميكاهيل هانفيل والذي قام بتدريب العاملين بالمشفى أشار إلى مدى جاهزية العاملين بالمشفى لخدمة الوطن والمجتمع بشكل عام. من جهة أخرى تحدث عدد آخر من المسؤولين أشادوا بالجهود التي تقدمها وزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي بشكل عام والمشفى بشكل خاص. وفي الختام تحدث بكلمة وزير الصحة معالي سليمان عيسى أحمد حقل توسيه حث المواطنين بالاستفادة من الفرصة المقدمة إليهم، كما قام وزير الصحة بجولة تفقدية لقسم العيون وهو الأول من نوعه بالمشفى العام بالعاصمة هرقيسة ومجهز بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة والعصرية. قام اليوم رئيس جمهورية سومالا فخامة أحمد محمد محمود آدم وبرفقته عدد من المسؤولين في الحكومة، قام بالزيارة إلى مقر مشفى دكتور أحمد آدم شيخ للأطفال وذلك بالعاصمة هرقيسة. هذا ومن المقرر أن يتم البدء بإجراء عمليات القلب للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب خاصة الثقب في القلب والتي تعد سابقة في المؤسسات والهيئات الطبية بجمهورية سومالن. وتحدث في البداية وزير الدولة لوزارة الصحة سعادة محمود آدم شامع رحب من خلال حديثه برئيس الجمهورية بالمشفى وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في القطاع الصحي بالبلاد والخدمات الطبية المتوفرة في البلاد. وفي كلمة للدكتورة خضر حاتي إبراهيم مديرة مشفى أحمد آدم شيخ للأطفال، قدمت من خلال حديثها شرحا مفصلا عن العمليات التي سوف يتم إجراءها للأطفال الذين يعانون من حالة الثقب في القلب، مؤكدا أن العملية الأولى من هذا النوع من العمليات سيتم إجراءها قريبا على أحد الأطفال المرضى. وفي كلمة للدكتور بارو الأخصائي الذي سيقوم بإجراء العملية أشار إلى شعوري بالسعادة لتوفير مثل هذه الخدمات الصحية بجمهورية سومالن. وتحدث كذلك والد الطفل أشار إلى أنه يتمنى نجاح العملية وشكر القائمين على هذا المشفى. وفي الختام تحدث رئيس جمهورية سومالن فخامة أحمد محمد محمود آدم أشاد بالجهود الكبيرة لإدارة المشفى على هذه الخطوة وأشار إلى حرص حكومته لتوفير كافة متطلبات شعبه بكافة المجالات. قام اليوم وزير وزارة إعادة الاستيطان بجمهورية سومايلان معالي علي سعيد رجل وبرفقته وزير الدولة لوزارة التربية والتعليم العالي سعادة محمد حاجي آدم علمي وعدد من أعضاء اللجنة القومية المكلفة بالإشراف على موجة الجفاف والتصحر، قاموا بجولة تفقدية بعديد من المناطق التابعة لإقليم سرار والتي تعاني من موجة الجفاف والتصحر التي اجتاحت المنطقة مؤخرا، وهدفت هذه الجولة لإطلاع عن قرب حال العامة للسكان تلك المناطق وتقديم لهم مساعدات العاجلة، حيث التقوا خلال جولتهم بشيوخ العشائر تلك المناطق واستمعوا إلى احتياجاتهم والتضرر الكبير التي سببته موجة الجفاف والتصحر التي اجتاحت منطقتهم مؤخرا وما يعانونه من الشحم بالمياه وقلة مواد الغذائية بسبب موت العديد من مواشيهم. وفي الختام تحدث هناك وزير وزارة إعادة الاستيطان بجمهورية سوماليلاند والوفد المرافق له بكلمة عبروا من خلالها عن حزنهم لحالة تلك المناطق التي تعاني بشكل كبير، هذا كما تعاهدوا كحكومة بإيصال مساعدات العاجلة إليهم وتقديم لهم يد العون ليجتازوا هذه الأزمة. تسلم اليوم وزير الدين والأوقاف جمهورية سومالن الشيخ خليل عبد الله أحمد وبرفقته مديرة مكتب الأعمال الخيرية بالقصر الرئاسي وبرفقتهم عدد آخر من المسؤولين مساعدات غذائية تم تقديمها من قبل جمهورية الشيشان الصديقة إلى المواطنين الذين تضرروا من موجة الجفاف والتصحر التي تواجهها البلاد مؤخرا وذلك للتخفيف عن أعبائهم. وسلم هذه المساعدات السيد زياد من دولة الشيشان. هذا وتم توزيع هذه المساعدات بداية بمقاطعة قعن لباح، حيث تحدث في البداية وزير الدين والأوقاف الشيخ خليل عبد الله أحمد وجه من خلالها شكر لإخواننا في الشيشان على هذه المساعدات
مؤكدة إلى أن هذه الخطوة تدل على عمق العلاقات بين الشعبين. وفي كلمة مديرة مكتب الأعمال الخيرية بالقصر الرئاسي السيدة أمينة محمود ديرية أشارت من خلالها إلى أن هذه المساعدات سوف يتم توزيعها في الأقاليم الستة لجمهورية سومالان، وذلك لإيصالها إلى أكبر عدد من المواطنين الذين تضرروا من موجة الجفاف والتصحر التي تواجهها البلاد بسبب تأخر موسم هطول الأمطار، كما أشارت بمجهودات رئيس الجمهورية بتوفير الدعم والمساعدات للمواطنين في الأقاليم التي تواجه موجة الجفاف والتصحر، والتي من ضمنها إنشاء لجنة وطنية لمواجهة الجفاف لتنسيق الحملات لإغاثة المتضررين. وفي كلمة لسيد زياد زمزمي المسؤول المكلف بإيصال هذه المساعدات من قبل جمهورية الشيشان وعضو مجلس الشيوخ بدولة روسيا، أعرب عن سعادته بهذه الزيارة لسومالنا وتابع قائلا: يحبونكم بالله ولن يتركونكم أبدا في أي ضائقة أو في أي حاجة، ونحن في جمهورية الشيشان نقوم بواجبنا تجاه إخوانكم. هذا كما تم توزيع مساعدات غذائية مماثلة بكل من منطقة أحمد دقح ومحمود هيبة، حيث تحدث بكلمة وزير الدين والأوقاف بجمهورية سومالنا تطرق من خلالها إلى أهمية هذه المساعدات والحاجة الماسة لها نظرا لما تعرض له المواطنون في الأقاليم التي تواجه الجفاف والتي أثرت بهم هذه الموجة بشكل كبير وبمواشيهم، حيث قاموا بالنزوح إلى مناطق أخرى بحثا عن الماء والزاد، وأثنى على المشاركة الفعالة من قبل جمهورية الشيشان في حملات إغاثة المتضررين من موجة الجفاف في جمهورية سومالان. وتحدث في الختام عدد من المواطنين المنطقة وجههم من خلال حديثهم الشكر للمسؤولي جمهورية الشيشان على هذه المساعدات التي سوف تساهم في التخفيف عن أعباهم، داعين من الله القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهم، كما تمنوا دوام التطور والازدهار لشعب الشيشان الصديق. التقى رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود أدم والوفد الوزاري رفيع المستوى المتواجد حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، التقى بنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، حيث وقع الوفد الوزاري المرافق لفخامته مع مسؤولي الحكومة الإماراتية اتفاقيات مشتركة في شتى المجالات، من بينها تطوير ميناء بربرة العالمي وتشييد الطريق الرابط بين صوماليلاند وإثيوبيا، حيث وقع هذه الاتفاقية من جانب صوماليلاند وزير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العالمي الدكتور سعد علي شري، ومن جانب الإماراتي رئيس شركة دبي مواني، كما تضمنت هذه الاتفاقية مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير البنية التحتية في صوماليلاند في المجالات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها. ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي قام بها رئيس الجمهورية مع مسؤولي دولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارة فخامته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة إثر دعوة رسمية تلقاها فخامته من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. عقد اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والثقافة معالي عثمان عبد الله سحرديد عطاني مؤتمرا صحفيا بمكتبه لكافة الوسائل الإعلامية المختلفة المرئية والمسموعة، تطرق من خلال حديثه إلى جولة رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم والوفد الوزاري المرافق له إلى أقاليم صوماليلاند المتضررة جراء الجفاف والتصحر، مشيرا إلى أن هذه الجولة كانت ناجحة بكافة المقاييس، والتي تأتي دوما للتعبير عن مشاركة رئيس الجمهورية واجتهاداته لتخفيف أعباء المواطنين المتضررين من الجفاف والتصحر. هذا كما أشار معالي الوزير إلى القيمة المالية لقوافل الإغاثة التي توجهت لمساعدة المتضررين بالأقاليم المختلفة، وكانت كالتالي: تم توزيع مواد غذائية على 3500 عائلة، وقدرت القيمة الإجمالية بمبلغ 1,400,000 دولار، كما تم إنفاق مبلغ 350,000 دولار على سيارات المياه، ومبلغ 66,000 دولار على الألبان والتمور، ومبلغ 45,000 دولار على الملابس للنازحين الأقاليم، ومبلغ 11,000 دولار على البطانيات لوقاية المتضررين من البرد. هذا كما تطرق وزير وزارة الإعلام والتوعية والثقافة معالي عثمان عبد الله سحرديد عطاني من خلال مؤتمره الصحفي إلى التعديات مسؤولي حزب وطني المعارض الهادفة إلى تقليل من مجهودات حكومة الصوماليلان اتجاه المتضررين من الجفاف والتصحر بالأقاليم المختلفة الوطن، واصفا إياها بأنها غير عقلانية. أفاد بيان صحفي أصدره مكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم أصدر مرسوما رئاسيا قام بموجبه بإجراء تغيير وتعيين وعزل بعض المسؤولين في الحكومة، وجاء البيان كالتالي: عندما اطلع رئيس الجمهورية على البند 90 الفقرة الثانية من دستور جمهورية سومالان
عندما طلع على أهمية الوزارات بالنسبة لبناء الدولة، عندما رأى أهمية شغل هذه المناصب، عندما رأى الرئيس الخبرات والمؤهلات التي يملكها المسؤولين، قرر فخامته أن يكون السيد حسين عبدي بوس ابتداء من تاريخ اليوم وزيرا لوزارة المياه والخيرات البحرية، أن يكون السيد عبد الرزاق وابري روبلي وزيرا لوزارة الشباب والرياضة، أن يكون السيد خضر حاجي يوسف عبد الله وزيرا لوزارة التراث والسياحة، أن يكون السيد محمد أحمد أبسية وزيرا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن يكون السيد محمد إبراهيم آدم وزيرا لوزارة التخطيط الوطني، أن يكون السيد محمود ورسمة شامع وزير الدولة لوزارة التجارة والاستثمار العالمي، أن يكون السيد مصطفى محمد علي نائب وزير علاقات المجالس والبحث العلمي والتكنولوجيا، أن يكون السيد أحمد حاشي عبدي ابتداء من تاريخ اليوم نائب وزير وزارة القصر الرئاسي، أن يكون السيد جوليد عبدي حسن نائب وزير الإعلام والتوعية، أن يكون السيد ليبان يوسف عثمان نائب وزير الأشغال العامة، أن يكون السيد مصطفى فارح أبرار وزير الدولة لوزارة الدفاع بجمهورية سومالان، أن يكون السيد علي محمود علي سمطر نائب وزير البريد والاتصالات، أن يكون السيد أحمد حسين روبلي نائب وزير التربية والتعليم العالي بجمهورية سومالان، أن يكون السيد محمد شيخ عمر حسن نائب وزير التراث والسياحة، أن يكون السيد خضر أحمد ديرية وزير الدولة لوزارة العدالة والجهاز القضائي ابتداء من تاريخ اليوم، أن يكون السيد يوسف إسماعيل وزير الدولة لوزارة المالية، أن يكون السيد عبد القادر شيخ محمود ورسمي نائب وزير الثروة السمكية والخيرات البحرية، أن يكون السيد أحمد محمود نور نائب وزير التجارة والاستثمار العالمي. عندما رأى فخامته أهمية محافظي الأقاليم لبناء الدولة، قرر فخامته أن يكون السيد أحمد محمد عالن محافظ الإقليم مرد الشيح، أن يكون السيد عبدي خير الدرر محافظ إقليم صول، أن يكون السيد محمود علي سليمان رماح محافظ الإقليم تقدر، أن يكون السيد محمود أحمد محمد نائب محافظ إقليم صول. هذا عندما طلع فخامة الرئيس على أهمية المدراء العام في المؤسسات والهيئات الحكومية، قام رئيس الجمهورية بتعيين كل من السيد أحمد أبو بكر محمد المدير العام لوزارة الإعلام والتوعية ابتداء من تاريخ اليوم، السيد محمود إسماعيل علمي المدير العام لهيئة التوظيف الحكومي، السيد شامع أحمد عبد الرحمن المدير العام لوزارة العدالة والجهاز القضائي، السيد محمد علمي آدن الكعسي المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السيد علمي عبد الرحمن عاشور المدير العام الإداري بوزارة الداخلية لشؤون الأقاليم والمجالس المحلية، السيد محمد قيدي عيناشي المدير العام لهيئة التموين، السيد محمد آدن حرسي المدير العام لهيئة الإدارة الجيدة. كما قام رئيس الجمهورية بتعيين كل من السيد أيان محمد عاشور وكيل الجمهورية سومالان لدى دولة بريطانيا، السيد علي حسين إسماعيل تشردي وكيل جمهورية سومالان لدى دولة إثيوبيا، السيد عبد الفتاح سعيد أحمد وكيل جمهورية سومالان لدى دولة جيبوتي، السيد زكريا حسن عيسى وكيل جمهورية سومالان لدى دولة السويد، السيد محمد عبدي إبراهيم مديرا عاما للبنك المركزي، السيد عبد الناصر شامع مدير لجنة مكافحة الأيدز، السيد خضر محمد عكله المدير العام للتلفزيون الوطني، السيد محمد علي أحمد المدير العام لوكالة المياه الوطنية، السيد محمد عبد الرحمن ليبان نائب المدير العام للمطبعة الوطنية، السيد أحمد داود شردي المحاسب العام بجمهورية سومالان. هذا كما قرر فخامة الرئيس الجمهورية أن يكون السيد علي محمد ورعضي المستشار الخاص للرئيس الجمهورية، أن يكون السيد أبيب أحمد علي مستشار رئيس الجمهورية للثروة المعدنية، أن يكون السيد عبد الله حاتي شامع علي مستشار البنك المركزي. من جهة أخرى، قام رئيس الجمهورية بإعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم وهم كالتالي: السيد باشا علي شامع الوزير السابق لوزارة المياه، السيد عبد الله فارح ميرنه وزير وزارة الشباب والرياضة السابق، السيد عمر شيخ محمد فارح الوزير السابق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السيد بوس مري محمد وزير الدولة السابق لوزارة المالية، السيد أحمد نور أو عبدي شاعر نائب وزير التربية والتعليم العالي، السيد شكري حرير إسماعيل نائب وزير الإعلام والتوعية السابق، السيد عبدي محمد نائب وزير الأشغال العامة السابق، السيد سعيد عبدي محمود نائب وزير التجارة السابق، السيد عثمان قرات صوفي نائب وزير البريد والاتصالات السابق، السيد روضة شامع علمي الوكيل السابق لجمهورية سومالان لدى دولة السويد، السيد محمد ورسمة عقال الوكيل السابق لجمهورية سومالان لدى دولة جيبوتي، الوكيل السابق لجمهورية سومالان لدى دولة بريطانيا، السيد إبراهيم سياد يونس المدير السابق لوكالة المياه الوطنية، السيد عبد علي مهدي المدير العام السابق للتلفزيون الوطني،
والسيد عبد الرشيد حرسي دلمر المحافظ السابق لإقليم سول، السيد نور الدين عبد الله المدير العام السابق لهيئة التموين، السيد حسن آذن قيدي المدير السابق لهيئة التوظيف الحكومي، السيد عبد الرحمن يوسف إسماعيل نائب وزير الثروة السمكية السابق، السيد محمد عبدي المحاسب العام السابق. هذا ووجه فخامة رئيس الجمهورية الشكر للمسؤولين السابقين على أدائهم لواجبهم تجاه الوطن. صدر هذا البيان الصحفي من مكتب المتحدث الرسمي للقصر الرئاسي سعادة حسين آذن عقه حسين دير.